Radio. KPFM Radio. اليوم قلنا اللي نحكيه على الانتخابات ونحكيه على القوائم الانتخابية اللي بش يتم الإعلان عليها يوم الثلاثاء هذية. علش التاريخ هذا بالذات؟ لأنه هذا هو التاريخ حسب الرزنامة الموضوع يعني تم رزنامة يعني موضوع، وإحنا بالنسبة لنا يلزمنا نكونوا حاضرين قبل ما نبدأ نحظ أنه نوضع قائماتنا، لأنه كما تعرف ثم قضايا طعون وقضايا أمور قانونية يلزم تكون متواجدة ومتواجهة بس حتى ما تصيرش حتى مفاجأة في المستقبل. نعم بي نرجع شوية للتحالفات سي محسن. التحالفات اليوم كانوا كنتوا ماشيين في اتجاهات، تبدلت اتجاهات، كان فما تحالف من الأول مع سيد كمال مرجان على أساس أنه يمكن يتم الإعلان عليه، جاء بحثينا هو منذ 3 أسابيع، لكن كاين بعد استبعد هذا الموضوع. رينا صور تجمع سيد الأستاذ باجي قايد سبسي وحمد القروي الأسبوع المنقضي، فما شكون قال اللي يمكن باش يكون فما أليانس ما بين زوز أحزاب. شنو حصل في لقاء باجي قايد سبسي بحمد القروي، وهل يمكن أن نشهد تحالف في الفترة المقبلة؟ معناها أول حاجة يجب نفرق بين ثلاثة مستويات. المستوى الأول التحالف بين الأحزاب اللي هو يكون تحالف يؤدي إلى قوائم انتخابية مشتركة، وثم الاتفاق اللي يمكن يؤدي إلى اتفاق حول رؤية برنامجية للمجتمع، رؤية كيفاش نحلو قضايا البطالة، رؤية كيفاش نحلو قضايا البيئة والزبلة اللي في كل بلازة، رؤية كيفاش نحلو قضايا الإرهاب، كل مسائل هذه كلها، ولكن لا تعبر عن نفسها بقوائم مشتركة. وثم أيضا ثم التعايش، احنا اعتقد انه سواء كان لقاء مع سي حامد القروي والعلاقات بكمال مرجان والعلاقات بغيره تدخل في طار الاتفاق على مجموعة من الأمور أكثر من أنها تحالف بالمعنى التحالف التحالف يعني الملموس. المشكلة كما قلت لك معناها أنه نحن عندنا إشكالية التواجدات الحزبية اللي هي كل واحد عنده حزب يفكر في حزبه أكثر من يفكر في المصحة العام. هذا بكل أسف هذا اللي حاصل، وراه مش بضرورة لأنه هو سيء السيد يفكر كاي، لأنه تكون في حزب بالطبع الحزب يقول لك يا أخويا نحب مرشحين في الانتخابات الشرعية ونحب الناس على مجلس النواب ونحب ندافع على وجودي ومنحبش نختفي من الساحة السياسية. بكل أسف هذا يحصل، ولكن هو السؤال الكبير افتراضا مشينا في مسألة المنطقة المنطقة الحزبية هذه فقط، شنو التأثير هذايا على هاك التنافس اللي صاير الآن بين مشروعين مجتمعين اللي شفنا النتيجة متاعه وقت المشروع الآخر تفوق في الانتخابات اللي فاتت وحكم تونس شفناه وشفنا حالة الناس في 2012. الآن هل اتعظنا من دروس 2011 و2012؟ هذا السؤال نسأله للديمقراطيين مش الزعماء فقط، نسأله خاصة للأنصار. لكن قلت أنت اللي هما الأنصار وهما الناس المتعاطفين وهما الناس اللي فكروا اللي في بيوتهم اللي قلوبهم معناها قاعدة خايف على تونس. أنا نكلم الناس هذوما، نحلوا عينا مليح، نفكروا مليح، ناخذوا قرار براغماتي، قرار عقلاني، ورد بالنا ننساو أنه راهو التنافس ما هوش بين الأحزاب الديمقراطية والشخصيات الديمقراطية، راهو التنافس الحقيقي، التوصيف للتنافس الحقيقي هو بين قطبين، بين مشروعين اجتماعيين مختلفين. بيه، لكن أنا سمعتك وقلت أنت سابقا فما إمكانية التعايش مع النهضة إذا غيرت نظرتها للعديد من الأشياء. هذا ممكن؟ إذا النهضة ما عادش جزء من شبكات دولية ولات المصلحة الوطنية متاعها هي المصلحة الوطنية التونسية هي ديدنها الوحيد. ثانيا إذا فصلت بين الدين والسياسة. ثالثا إذا تخليت على أي تعاطف مع استعمال العنف وسيلة للعمل السياسي. بين قوسين يوم 13 أوت تم الهجوم على مجموعة من نساء نداء تونس في قرية ملولش وتم تعنيفهم من طرف ناس قريبين من حركة النهضة في ظل صمت وسكسك يعني صمت وموقف سلبي من الأمن اللي هو موجود في ملولش الحرس. يعني إذا تخلى على العنف إلى حد الآن لم يخرج أي كان من حركة النهضة ليقول أننا نعتذر لأنه جزء من عناصرنا في مكتبنا الجهوي في تطاوين قاموا بقتل واغتيال الشهيد في نقض.
التو ماريناشي السيد حماد الجبالي خرج يعتذر للتونسيين باش يقول سامحوني راه الراجل قتلوه ما مش اقتقل به، علما انه وقت كان هو وزير اول قال ما مش اقتقل به. الى حد الان ماريناشي زعيم مثلا حركه النهضه يخرج يقول اعذرونا ويمشي يطلب الصفح من عائله لطفي نقض ويقرا فاتحه باعتباره رجل متدين، يقرا فاتحه على قبر الشهيد ويقول سمحنا والسماح في الدنيا والسماح في الاخره. هذم الكلهم لما يسيروا انا اعتقد ما عادش تولي النهضه نعرفوها تو ولي حزب اخر، واذا كان نتفضلوا بتغيير الاسم يكون احسن باش الناس تنسى الذكريات السيئه معناها وقتها ما ثم حتى مشكل للتعايش والعيش بشكل مشترك. علاش انا مشكلتي معهم مشكله شخصيه؟ احنا ما عندناش مشاكل شخصيه معهم، احنا عندنا مشاكل مع سياستهم. حتى لما كانوا هما في السلطه ما كانش مشكلتنا معهم لان هما في النهضه في السلطه، كان مشكلتنا مع الحكومه، الحكومه فاشله. الان راهو ثم اشياء ما حناش ما نسيناهمش، راهو معناها ما يلزمنا نفيقوا شويه ذاكرتنا. انا نطلب منهم اذا كان احنا عملنا حركه نقول حركه نبيله نتاع الناس نتاع تيسان باردو، انه صار خروج سلس من السلطه رغم الالام تاع عائله الشهيد ابراهيمي والام تاع عائله الشهيد شوكي بالعيد والام التوانسه اللي عامين شافوا بلادهم ضاعت والام التوانسه اللي شافوا الارهاب اللي هو تغرغل فيها والام التوانسه اللي شافوا اقتصادهم انهار، حبوا بحركه في اطار الحوار الوطني يرجعوا منطقه تعرف التونسي يحب فيسع معناها يبوس ويعنق ويقول السماح ويزي بالله وفكوا وهدي من غادي ويجي من غادي، واللي هي طبيعه جيده عند التونسيين. ولكن راهو وقتاش مش ننساو اشياء وقت الطرف الآخر يعلن فعلا أنه هو تخلى عليهم. أنا لحد الآن أعتقد أن هناك أزمة أخلاقية حقيقية في أنه حركة النهضة إلى اليوم لم تخرج موقف سياسي حول تورط عناصرها في تطاوين في قتل الشهيد لطفي نقض، وأنه إلى حد الآن حتى واحد منهم مخرج اللي هو المفروض شخص مدين ويخاف من الله سبحانه وتعالى قبل محاسبة الكذا يقول سامحني صحيح أنا قلت كذا قلبية أمسكت قلبي. اليوم بعد الانتخابات مثلا اون سيبوز اللي نيدي تونس وحركه النهضه جاوا متقاربين، وفما شكون يتحدث على ترويكا جديده فيها ايضا حركه جبهه شعبيه فيها عفوا حزب فيها جبهه شعبيه، معناتها ثلاث احزاب باش تكون هي ترويكا جديده. شنو صارت تكون رباعي خاطر الترويكا مش في الخير. ولكن مفتوحه، كل شيء مفتوح. انا نقول لك حتى بالنسبه لحركه النهضه نجم اذا صارت التغيرات معناتها تكون فما تحالفات يعني تفرضها هي الانتخابات، هي المفروض انه نستناو نتائج الانتخابات باش نعرف. واضح، لكن ما تفنج الخبر هذا معناتها اللي هو قاعد كل مره يتعاود كان ربحوا راهم باش يعملوا. قال الاستاذ بيجي قال سبشي رئيس نداء تونس قال انه احنا باش نتحالفوا مع الناس الاقرب لنا وسنتعايش مع المختلفين علينا. هذا هو الفرق بين التحالف والتعايش. التعايش معناها مش نعيشوا فرد بلاد، اخي مش نخرجوا بعضنا، احنا ضد العنف في الحياه السياسيه. يعني اذا عندي خلاف معك نحله بالكلام، نقول رايي فقط، اما يدي ما نمدهاش. اذا هذا وصلنا به هل الواحد هذا احنا معنا حتى مشكل. واذا الطرف الاخر فعلا قام بالمراجعات الضروريه من داخله، راهو ثم فرق ما بين المراجعات والتنكر. يعني المراجعات يمكن ان تحصل في ثلاث اشهر؟ مش ثلاث اشهر، اربع خمس اشهر، علاش لا؟ انا يعني احنا وقت قلنا نحب مراجعات، راهو ثم فرق بين المراجعه والتنكر. انا اعتقد انه الطرف الاخر المنافس اعتقد انه هو وكانه معناها مغرم اكثر بالتنكر، عنده رغبه التنكر اكثر من التغيير. ايش معنى التنكر؟ في عوض نغير خطابي نتنكر، نجيب مثلا مش عارف انا رجل اعمال في صفاقس اللي هو عنده شركه طيران والمفروض انه هو يعبر على الحياه الحركيه وكذا ونحطه هو رئيس قائمتي، في حين اني انا صفاقس وجماعتي في صفاقس الاغلبيه نتاعهم ناس راديكاليين ولا علاقه لهم بحياه السيد هذايا وبعلاقته عائلته وحياه طريقه حياته. ايش يتسمى هذا؟ يتسمى تنكر. تنكرنا باش ما نوريوش للناس طبيعتنا، في حين انه من بعد ليك نستعملوا هكا الوضعيه التنكريه هذيك باش نردوها نستعملوها في واقع سياسي ديكو، معناها ناخذ السلطه نوريو بالضبط معناها وجه مختلف. انا ادعو الى الصراحه في الحياه السياسيه وانه الناس تعبر على رايها كما هو فعلا في كل المستويات، حتى ما يصيرش عمليه غش للناخب ولا غش للطرف للمواطنين. نعم، باش نرجعوا نحكيوا على القوائم نتاع الرؤساء. فما شكون قال اللي سيد محمد عبو قال اذا اراد الشعب التونسي جلادا جديدا فانه سينتخب عبد الرحيم الزويري رئيسا. شنو تعليقك؟ يعني هذا قال انه يعني ما يجيش انه الحركه الدستوريه ترشح وزير النقل في عهد بن علي عبد الرحيم الزويري لرئاسه الجمهوريه. حركه دستوريه، هذه حركه قانونيه ولا مش قانونيه؟
مسجلة في قانون الأحزاب وخذت الترخيص متاعها يظهر لي فقط الترويك من حقها أن تشارك في الانتخابات التشريعية وفي الانتخابات الرئاسية. لكن أيضا معناتها والشخص اللي هي رشحته باسم حزب المسار سي سمير بطيب قال نفس الشيء أيضا. استنى، والشخص اللي هي رشحته سي عبد الرحيم الزواري، هذا شخص ليس هناك تتبعات قانونية ضده يظهر لي، وخرجته وخرج من الاعتقال في يعني زاد في وقت الترويكا، ويمكن اعتقاله ما كانش على حتى أسس قانونية حقيقية، فقط على خاطر أمور سياسية. ولكن في كل الحالات إذا ما ثماش تتبع قضائي وفي قانون الأحزاب ما ثماش يمنعه من الترشح، يستطيع أن يترشح. الباقي من بعد الناس ما عليهم إلا تأخذ هي قرارها وتتخذ هي قرارها. أما أن نحوله نرجعوا لأسباب انتخابية نحبوا نخلقوا واقع قانوني وسياسي مختلف بمنطقة التجريم السياسي، هذا غير مقبول. أنا أدعو لاعتبار الانتخابات المكان الوحيد اللي الشعب التونسي هو نفسه يقرر مع شكون مش يمشي ومع شكون يمتيش، ومش المنافسين الانتخابيين اللي يستعملوا المنافسة الانتخابية ويستعملوا صياغ المنافسة الانتخابية وتبريرات خاصة بالمنافسة الانتخابية لإقصاء خصوم السياسيين. السيد عبد الوهاب الهيني قال اللي الناس اللي تحكي باسم صبر الآراء وباسم معناتها محبة الناس لها ما نعرفوش شنية المصادر، وقال انه هو زار كثير من المدن في تونس وفما اكتشف انه احزاب كبيرة خرجت من قلوب التوانسة ولم يبقى لها سوى الكذب. شكون يقصد؟ ما نعرفش عليه شكون يقصد، لكن باعتباره هو متنفس سي عبد الوهاب اللي هو صديق الانتخابات المقبلة الرئاسية، تصور ان شاء الله انه معناها الصندوق يوري ان هو كلامه هذا سليم ولا مش سليم، وان شاء الله الصندوق ينبض بالحب الحقيقي اللي هو يتحدث عليه. وكاك وقتها معاش لا ثم لا صبر اراء ولا ثم معاينات شخصيه، هو اللي الصندوق هو اللي هو يعبر بالفعل على الحقيقه السياسيه الوحيده اللي هي نتائج انتخابيه ونسب انتخابيه. به السيد نجيب الشيبي قال في إحدى الإذاعات أيضا أنه يشعر بأنه الأقرب إلى قلوب التونسيين ومرشحهم للانتخابات الرئاسية، وقال أنه برنامجه الحزبي يستجيب لمطالب التونسيين وسيعمل على تطبيقه فور فوزه بالانتخابات الرئاسية، ويعتبر أنه هو أصبح أفضل شخص لتولي هذا المنصب. شنو رأيك؟ يعني هو مقدم نفسه للانتخابات الرئاسية، شو تحب يقول عن نفسه؟ قال اللي هو أخطأ في انتخابات 2011 ربما لأنه لم تكن المهمة تواصلية على ما يرام، أما الآن فإنه استعاذ من هذه الأخطاء. تعاذ و... تعاذ استعاذ يعني تعويذة لا تعاذ شكرا على تصحيح. وهو في اتصال مباشر مع المواطن اليوم. هو يعني متقدم المترشح للانتخابات، شنو تحب يقول عن نفسه؟ التوانسه ما يحبوهش وهو ما تعظش والى اخره، اكيد مش يقول روح كلام باهي. ولكن هو سي نجيب الشابي هو كما قلت لك قام من قامات السياسه التونسيه والنضال، ولكن هناك الاستاذ باجي قاسبسي، والاستاذ باجي قاسبسي ما نعرفش ما هي الاخطاء اللي مش يتعظ منها، ولكنه في العامين اللي فاتوا هذوما وقت الناس عملت اخطاء هو عمل خيارات اساسيه مش سليمه في المبدا فقط، ولكن كانت سليمه وفاعله على الميدان في الواقع. شكرا لك سي محسن مرزوق، نستسمحك مره اخرى في فاصل اشهاري قصير وراجعين لدرايف تايم. فما تعليق ايضا اخر للسيد نجيب الشيبي، قال انه هو يرى انه منصب رئيس الجمهوريه اصبح افضل من منصب رئيس الحكومه باعتبار انه الرئيس سيتولى تحسين العلاقات الدبلوماسيه ومكافحه الارهاب. إيه طبعا، وهذا علاش نحن نعتقد الاستاذ الباجي قاسبسي هو افضل مرشح، لانه كان وزير الخارجيه في تونس في ظروف زاد صعبه. ما ننساوش انه هو في عهده هو كوزير خارجيه لاول مره أمريكا ما تستعملش حق الفيتو على قرار ضد إسرائيل، وهذه فرصة باش نأكدوا أنه احنا في نداء تونس كان دائما موقفنا من القضية الفلسطينية ثابتة. وبكل أسف توا قاعدين يشهونا في 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 الموقف هذه بعض الناس اللي أنا قاعد نحس الانتخابات مش تكون الجو الانتخابي فيها شريف، نحس أنه مش يكون الضرب تحت الحزام أكثر من الصراع السياسي. والباجي قاعد السبشي أيضا هو في تجربته اللي كان في الحكم في المدة الأخيرة ورى أنه هو زاد حتى وقت كان الوضع مع ليبيا أكثر من الآن، وثم 1,300,000 لاجئ ما كانش الوضع عن الإرهاب اللي هو قاعد نشوف فيه الآن. هذاك علاش لأنه الأشياء هذه كلها أعتقد أن سيدي باجي قاسبسي هو المرشح الأوفر والأوحظا والمرشح الأفضل
مقارنة بكل مرشحين. ولكن طبعا من حق كل المترشحين الآخرين اللي هم تقريبا 30 كما سيد الأستاذ رجيب الشابي أنهم هم أيضا يقولوا أنهم هم الأفضل لهذا المنصب، ولذلك علاش ما ترشحوش. ولكن في كل حالات التونسيين مش يحسموا خيارهم في هذا التوجه أو في التوجه. به تم التوافق حول 32 فصل من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فما تم تعديل المضامين وضبطت صياغتها بشكل كامل على غرار الفصل 12، حيث تم إقرار عقوبة الإعدام في الجرائم الإرهابية التي تنتج عنها وفاة شخص أو عدة أشخاص، كما تم تحديد مفهوم الجريمة عبر الوطنية. أيضا الاجتماع نظر في نقطة تتعلق بتجريم مسك وحيازة وتخزين الأسلحة واعتبارها جريمة إرهابية. تم التباحث حول أصناف الأسلحة اللي يمكن اعتبار مسكها وتخزينها جريمة إرهابية حتى دون إثبات، الهدف منه توفيرها لأجل خدمة تنظيم إرهابي أو مخطط إرهابي. أقر النواب اعتبار كل أنواع الأسلحة الحربية مشمولة بالتجريم، في حين تم استثناء الأسلحة من الصنف الثاني والتي تكون أسلحة بسيطة تستعمل في الزينة مثل ما يضبطه القانون عدد 33 سنة 69. برشا معناتها القانون هذية فيه برشا فصول، لكن كينو خذي برشا وقتا. أول شيء خذ برشا وقت بكل أسف، وما حلوش يخذ برشا وقت. ثانيا أعتقد أنه النقاش حوله المبدأ المقاربة المبدئية غالطة جزئيا. علاش؟ لأنه وكأنه المشرعين والناس اللي تناقش في القانون هذايا تعتبر الإرهاب هو مجرد جريمة من الجرائم، في حين إذا احنا اعترفنا أو اعتبرنا أنه هناك حرب على الإرهاب فلابد أنه احنا نكون في وضعية لنفهم أنه حرب. وش معنى حرب؟ حرب بالطرف اللي قدامك عدو، مش واحد عمل جريمة وما عادش يهم شنو الجنسية نتاعه في قوسين، لأنه هذه حرب. ثم الإرهاب ما عادش جريمة محلية، والخطأ اللي يلزم نفهموه هنا أنه الجريمة ما هيش محلية، ما هيش تونسية، هذا من شبكات دولية. يعني أنت مثلا الجندي التونسي مثلا اللي هو قاعد في جبل الشعامبي وقاعدين موجهين والناس رافعين السلاح على الدولة، شنو مش يقول لهم مثلا حتى لين هو يكون واخذ بعين الاعتبار الضرورات المحلية؟ بالله كل إرهابي قدامي هيس باسبور وخلنا نميزه بين التوانسة وبين التشاديين وما بين الماليين وما بين الجزائريين وغيرهم. لذلك وقت نقول أن حرب يلزم الطرف اللي كان قدامنا هذا السلاح الدولة هو عدو، تطبق عليه قوانين الحرب أولا. ثانيا كل من يبرر، كل من يساعد، كل من يتحدث، كل من يساند يجمع اعتبر أنه هو في جبهة العدو في وضعية حرب، والدول عمرها ما تسامح أي كان اللي هو يكون مع العدو في وضعية حرب. اللي قاعد صاير الآن وكأنه الحوار أنه إحنا كأننا نحكيه على أنه جريمة عادية وكأنه جريمة جنائية عادية هاي الإرهاب. لا يا سيدي، مش هكاك، هذه حرب حقيقية على مستوى الدولي ويلزم التعامل معها بهذا المنظور. الان ثم تحسينات شويه صارت في الحرب على الارهاب. اول شيء يبدو انه بعد معناها النداءات المتكرره اللي قلناها ثم يعني العمل من اجل توحيد القياده الامنيه والعسكريه في مجال الحرب ضد الارهاب. ثانيا ثم تجهيزات قاعده تجي الجيش معناها وقوات الامن اكثر، لكن بكل اسف اللي قاعد ناقص هو رد فعل سياسيين وخاصه في المجلس التاسيسي التاخر هذا في قانون الارهاب. نعم، اليوم ايضا في جريده الصحافه اليوم كتب محمد بعود وقال انه السيد دلوز يريد ان يبقى في حاله ود مع المجموعات الارهابيه وان يظهر بانه مدافع عنها ومستعد لتحمل تبعات الوقوف الى جانبها، ولا يخفى ما في هذا الامر من مخاطر لا نعلم اذا كان الشيخ يدركها إن كانت الجهة الرسمية قد نبهت عليه حتى من بعيد وبطرق ودية بأن هذا التصرف لا يليق، بل هو تصرف يمكن أن يورطه ويورط حركته فيما لا يحمد عقباه. بكل أسف الحكومة، وزير الداخلية يستعرض المعدات العسكرية ومزاياها، والشيخ اللوز ثائر هذا العنوان. لا يعني أول شيء معناها نرحب بتجهيزات اللي قاعدة تأخذ فيها قوات الأمن، وأرجو من كل الدول الصديقة والشقيقة، وإحنا ذي حتى كحزب وإن كنا مش في السلطة كل فرصة تجينا نحكيه مع دول صديقة وشقيقة نزيد ونشجعوهم أكثر ما يمكن أنهم يقدموا مساعدات لجيشنا وإلى قوات أمننا بالمعدات، لأنه احنا كفاءة عنا والقوة القدرة البشرية عنا.
لكن الحكومة التونسية الحالية. عفوا سي محسن، حاب نرجع نقول لأنه فمشكون حتى أنه هي زلت لسان أو موقف برز من تصريح مثيرة للجدل السيد الحبيب بلوز عضو مجلس الشورى وعضو المكتب التنفيذي ونائب حركة النهضة بالمجلس التأسيسي، وقيل أنه شن هجوم قاسي على خلية الأزمة برئاسة الحكومة واتهمها بالعصف وتجاوز القانون في إغلاق بعض الجمعيات وإيقاف أخرى عن النشاط، وهذا ما استغربه اللي كتب هذا المقال. هي هذه المشكلة، المشكلة أنك أنت لما نعتبروه أنه حرب ضد الإرهاب يلزم نتعامله مع في جانبين، روا في جانب الناس اللي تساند الإرهاب بطريقة أو بأخرى وكأنهم من يتخابر أو يتعامل أو يشجع العدو في حرب، روا هذه مقاربة مختلفة على قضية الجريمة. لذلك أي واحد اللي هو مش بطريقة أو بأخرى يعني مش يبرر الإرهاب ولا مش يحاول يعاونه، وكأنك أنت في حالة حرب تجي تحاول تعاون العدو، هل تقبل دولة تحترم نفسها؟ هذا ثانيا. حتى الأصدقاء أو معناها القوى الاجتماعية اللي هي داخلة في الحرب اللي هي المفروض المجموعة الوطنية يلزم التعامل مع قدراتها بمنطق الحرب. شو معناه؟ أعطيك مثال بسيط. غدوة أنت مثلا مش عارف، أنا تو جنود لما يتصابوا ديما نسمعوا بهم أنهم ما لقاوش أطباء في الوقت المناسب، ما لقاوش درشنية في الوقت المناسب، الطبيب العسكري ما جاش في الوقت المناسب وإلى آخره. يلزم اعتبار كل الأطباء وكل القدرات الاجتماعية الموجودة في حالة تسخير في صورة الضرورة هي وإمكانياتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك باعتبار أنها وضعية حرب. أخيرا، الحكومة التونسية رغم مجهوداتها الكثيرة والكبيرة في مجالات ما زالت تتعامل بمنطق المكيالين مع السياسيين. ثم سياسيين وثم ناس اللي هي تعمل في تصريحات اللي هي تصب في خانة الإرهاب وهي خايفة من الحكومة وما عندهاش الجرأة الكافية باش تعمل معه. شفنا هذه في التصريحات اللي يعملها إمام جامع في صفاقس، سمينا بالاسم في تحريض واضح وحتى اجراء ما صار عليه. شوفوها الان في تصريحات الحبيب بلوز وغيره اللي هي تصريحات تثير البلبلة في حرب حقيقية تخوضها المجموعة الوطنية وعندها فيها شهداء ضد الارهاب، والحكومة خايفة من التدخل. انا نقول خايفة ونحب نعمل اربع سطور تحت كلمة خايفة لانه خوف، ونحب نقول للناس اللي عندها المسؤولية راهو لما تكون في موقع مسؤولية يلزمك تكون في حجم المسؤولية. لما يتكلم وزير داخلية الدولة في حرب ضد الإرهاب يتكلم وهو عنده القدرة على تنفيذ ما يقوله، ورئيس حكومة عنده خريطة طريق يلزم يكون في مستوى أنه هو لما يشوف أي خروج على القانون مهما كان الطرف اللي قايم به يلزمه هو يتدخل، أما مش معناها خايفين للمسوم وخايفين يعملوا فيه مثلا عدم استعمال الدين في السياسة وعدم كذا، ونشوف رؤساء متاع حزاب اللي تخطف في الجوامع إلى حد الآن بصفتها الحزبية. معناها شكون اعطاه هذا باش يعمل هذا؟ ما هو ضد القانون، طبق القانون يا اخي حتى باللفظ، اخرج معناها مش لازم اذا كان ما قدرتش قول راهو هذا مخالف للقانون. انا ادعو الحكومه الى الجراه والشجاعه في هذه الظروف للعمل في هذا الاتجاه. باهي، كشفت تقارير انه الارهابيين في تونس يتلقون دعما ماليا مهما بالمال والسلاح من تنظيمات ناشطة فيما يعرف بالعمل الجهادي عبر الدول العربية وعينها على تونس. وذكرت التقارير أنه هناك إرهابيين يخططون لضربات وشيكة في تونس. شنو تعليق؟ أنا حكيت التمويل هذه بلين، حب نرجع لقضية الجمعيات مش نحكيه على التمويل بعد الفاصل الغنائي هذية وموجز أخبار ماضي ساعة ونص، راجعين مش نحكيه على الموضوع المهم هذية مع سي محسن مرزوق حتى الماضي ساعتين في درايف تايم. ماضي ساعتين غربوا على موجود كابا فيم، معايا القيادي في حزب ميديا تونس سيد محسن مرزوق. كنا نتحدث قبل موجز الأخبار على رسالة من الجزائر كشفت فيها وتقارير أمنية توصف بالسرية، لكن وصلت السلطات الأمنية الجزائرية في إطار التنسيق الأمني المعمول به بين الجزائر وتونس، قالوا إنه الجماعات الإرهابية ستكون في بالغ الشدة من المواجهة إن لم تجابه في وقت مناسب. وقيل أيضا أن هناك عناصر تسعى لتشكيل كتائب وسرايا في مختلف المناطق اللي تتواجد بها الخلايا النائمة حاليا، برغم أن عدد الإرهابيين الناشطين في الجبال بتونس لا يتعدى في الفترة الحالية بين 90 و120 إرهابي، منهم قيادات
قادمه من ليبيا وتونس والجزائر وسوريا وشمال مالي لا يشاركون في الانشطه الاجراميه التي تنفذها عناصر تونسيه بحكم معرفتها الجيده بجغرافيا المناطق المستهدفه لانشغال هؤلاء الامراء في تفعيل وتنشيط الخلايا. ورجحت التقارير ان التصعيد الامني والارهابي سيمر بمراحل تدريجيه في تونس ان لم تقم القوات التونسيه في الفتره الراهنه بعمليات قويه بالاستعانه بتقارير استخباراتية عن الخلايا النائمة التي تتمركز في بعض الولايات التي تعرف بالأساس بوضعها المعيشي الصعب، وهذا ما يزيد من حالة السخط على الدولة لدى هؤلاء. شنو تعليقك سي محسن مرزوق؟ يعني ما عنديش تعليق كبير، ده كلام سليم في الاتجاه السليم، لأنه احنا ما يلزمناش نخبيه الحقائق على رواحنا. الإرهاب مش موجود في الجبال فقط، هذاك شكل من أشكاله. الخلايا الإرهابية موجودة في المدن خاصة بكل أسف، وما ثم حتى إمكانية للتعامل معها إلا بالاستباق. والاستباق لما تمشي ولما تبحث ولما تحاول أنك تستبق، أكيد أنك يمكن ناس تظلمهم في البداية، أكيد أنك تمشي على الناس يمكن يكونوا أبرياء، ولكن الطريق لإيجاد الجماعات هذه لابد يمر عن طريق من خلال سياسة أكثر جرأة وأكثر استباقية من الآن تقوم بها كل القوات الأمنية والعسكرية في إطار قيادة موحدة. هذا العمل لازم يتواصل. نعرف أن الوزارة الداخلية الآن تعمل في جهود كبيرة، وفي المدة الأخيرة ثم مجهود كبيرة، ولكن لعلنا محتاجين إلى أكثر من هذا. وعلى مستوى الآن تغيير القيادة العسكرية، على الأقل القيادة القائد جيش البر، لعله مش يخلينا معاش نعمل الأخطاء اللي احنا عملناها، اللي هي ظهر أخطاء تكتيكية معناها قامت بها بكل أسف على مستوى الميداني قواتنا. وفي كل حالات ظهر أن هي مش تكون حرب طويلة، وأنا أحذر خاصة من يقف في الوراء بين محرض ومبرر، واللي يخبي واللي يدعم واللي يعاون، ومن بعد ليك المجموعات اللي تتشكل، ومن بعد اللي تقوم بعمليات. ما يلزمناش نستناو كاين اللي يقوم بالعمليات، لازم نمشيو الى الجذور وكيفاش تبدا المسائل هذه. باهي، تحدثت تقارير امنيه سابقه عن قيام انصار الشريعه وجماعه المرابطون بتدريب المئات من العناصر في معسكرات بليبيا استعدادا لدخولهم الى تونس، وهذا الخوف اليوم من الحدود التونسيه الليبيه. وهذا يتطلب تنسيق بين الدول المحيطه بليبيا، وتنسيق ايضا في الداخل الليبي مع قوى متعدده مش فقط الدوله. وطلب من الرئيس الموسوم مرزوق ان يتوقف عن التدخل في الحياه، طبعا السياسه الخارجيه ايضا هذا طلب ملح، لانه صار يهم الامن القومي التونسي خاصه فيما يتعلق بالملف الليبي، لانه هاو مره كلم هذا وكلم هذا، وساعات يكلم واحد وما يعرفش عليه انه خرج بالمنصب ومازال يكلم فيه. ولكن التنسيق بين تونس والجزائر ومصر خاصة هو حيوي، إضافة إلى الدول التي تتحمل، الدول الغربية تتحمل مسؤولية ما وصل إلى وضع في ليبيا. هذه الدول يجب تحميل مسؤولياتها، الناس اللي قاتل الحرب في ليبيا بطريقة أو بأخرى، واللي من بعد ليك بدأت الحرب في ليبيا في مساندة للثورة الليبية وقتها، ولكنها ما فهمتش أنه هل العمل اللي قامت به التدميري الكبير اللي قامت به ستكون نتائج تفكيك وأوصال الدولة الليبية، والآن خلاو الليبيين وحدهم مشاو. الناس هذوما يلزمهم يكون عندهم دور في النظر الوضع الكل اللي خلفه الوضع الليبي بالإيجاد معناها حلول لمسألة الحدود. نعم، واليوم تحرص الجزائر في إطار التنسيق الأمني على ضمان أمن وسلامة تونس، لأنه تردي الأوضاع في البلد من شأنه أنه ينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية في الجزائر اللي عرفت الاستقرار وتم تحجيم فيها نشاط الإرهابيين بنسبة كبيرة، وتراجع عدد الجزائريين المجندين في هذه الجماعات بفضل برامج أمنية تضرب بقوة وعنف، وبرامج إنمائية تنتشل الشباب من دائرة البطالة والفقر ومرحلة اليأس. اليوم فما شكون يحكي اللي يلزم يكون فما توفر برنامج ثقافي أيضا لاستقطاب هذه الجماعات باش ما تدخلش في التيارات الإرهابية. شو خلينا نقسم الأمور معناها بمراحل. توا البرامج الثقافية والاجتماعية ضرورية مثل ما شك، ولكنها طويلة المدى، مثلا متوسط المدى على الأقل، يعني هذه مش تأثر في المدى المتوسط، لكن توا على المستوى العاجل المسألة الأمنية هي الأساس. المسألة الثانية، التونسيون فقط قادرون على ضمان أمنهم، يتعاونوا مع دول أخرى ما ثم شك، لكن راهو من زملش زاد بعض التحليلات اللي كأنه مش نعطيه أمنة إلى أشقائنا أو أصدقائنا، أمن احنا مش من عليه الدرابو، ذاك الدرابو التونسي كدرابو التونسي، لازم نحن نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه. طبعا لابد
من التعاون مع الدول الشقيقة. المسألة الأخرى يلزمنا نقتنعوا أنه ثم شيء اسمه بيئة حاضنة للجماعات هذه، ويجب نعرف كيف نتعاملوا معها. مش الفقر بركرة هو اللي يفسر المسألة هذه، برشا عوامل أخرى. يلزم الدولة تكون موجودة، غياب الدولة هو اللي يخلي الفضاءات مفتوحة وموجودة للجماعات هذه. لكن توا الضروري العاجل جدا هو التعامل على مستوى الأمني حتى ما تبداش الأمور توصل إلى ملي أحمد عقبة. نعم به نحب نرجع نحكيه على الهبة الإماراتية. فمشكون قال أنكم شعرتم بحرج من الهبة الإماراتية ذو سيارات مصفحة لسيد باجي قايد سدوسي خوفا على سلامتي؟ احنا ساعة ما احناش سعادين بحرج، احنا نشكرهم الأخوة الإماراتيين اللي فكروا الطريقة هذه، والإمارات مش غريبة عليها، وما كان عندهم حتى نية هما ومعينة. أستاذ الباجي قائد سبسي يمكن الناس ما تعرفش أنه هو كان صديق للشيخ زايد ولأولادي الآن اليوم يحكموا في الإمارات، وأنهم هما بعثوا الهبة هذه، بعثوها الساعة في وضح النهار، ما دخلوهاش بغواصة في البحر، بعثوها بالمطار وبعثوها عند السلطة الجمركية، وحنا تم علمنا بها. ولما تم علمنا بها ما فهمناش في البداية كيفاش مش نتعاملوا على مستوى القانوني، سنة محامين سنة غيره. ومن بعديك رسلنا الوزارة الأولى رئيس الحكومة باسم طبعا محامي الأستاذ الباجي قايد السبسي، لأن الهيبة هذه هيبة شخصية، وقلنا لهم أنه نحن الأستاذ الباجي قايد السبسي قرر وضع هذه السيارات على ذمة الدولة التونسية باعتبار هيبة شخصية لي. إذا هي خوف على سلامته واليوم هو مهدد بالقتل، لماذا لا يتم السماح له باستعمال هذه السيارة؟ لأن هذه الحكومة الآن هي المفروض ما لا معناتها هل تلمستوا منهم هذا ولا لا؟ ولا رجعتوهم لهم وكهو؟ نحن هم ساعة ما رجعناهم مش متاحهم هم ساعة هم متاعسي هم الآن لا معناتها عطيتوهم صاروا هيبة الأستاذ باجي قايد السبسي هو وهبهم للدولة التونسية بالضبط. والمفروض أن الحكومة التونسية تشوف كل الإجراءات اللي هي قادرة لحمايته. لكن اليوم في قانون الأحزاب عندهم ما حتى حزب ما عنده الحق أنه يأخذ مال من أول حاجة من هو مخذاشي أول مش مال هذا الساعة، وثانيا جاه بسيبته الشخصي، وثالثا ما تجرونيش نحكي على منافس مرة أخرى خاطر أنا من قبل أجيب أنا قدامي الحكاية دي. المنافس معناها رئيس ويتمتع بسيارة مصفحة جاته من خارج، ما تعملتش في مركز نتاع طوله ولا مركز نتاع تورنور، معناها عم جاتوا من الخارج ومعروفه ونعرف كيش مرت من الجمارك، معناها جماعه سنه وجماعه فرض. يعني احنا الان بالعكس سلوكنا سلوك نداء تونس رغم التشويهات اللي جايه من اطراف ما نحبش نحكي عليها، كان سلوك اكثر ما يمكن منه في احترام الدوله التونسيه، انك واحد تجيه هيبه رغم قيمتها الكبيره يرجعها للدوله التونسيه. والان السؤال هاي مش وليه على ذمة الحكومة التونسية هذوما السيارات الزوز، هل هي قادرة أن توفر الحماية الكافية لأستاذ باجي قايد سبسي؟ مش تولي هذه مسؤولية الحكومة هذه، لذلك يمكن تستعمل واحدة منهم ولا سيارتين مع بعضهم، ولا هي تكون عندها سيارات من نفس الصنف ومن نفس القدرة باش توضعها على ذمة الأستاذ باجي قايد سبسي. نعم. سمعنا سياسيين قالوا أشياء غير معقولة وشعبوية من الناس المفروض يكونوا أصدقاء اللي هما ولو يتكلموا حول هذا الموضوع، قيادية في حزب كان صديق تقول أن هي امرأة مصفحة. لماذا كان صديق ولم يعد صديق؟ لأنه معناها سلوك الكل هو الساعة مش كان معانا، هو مع صديق مع حد، يعني لا مع مكونات اتحاد مجلس تونس ولا غيره، تخرج من الأمين العام متاعه في عوض أن هي تتفهم، ما تتحدث على السيدة ما يجري، تتفهم أنه شنو اللي صار كيفاش جاوا السيارات وفيما كان غيره، وتتسهل على الأقل إذا كان مع البلاش مش تسمع بالجرايد وغيره أنه إحنا ورسلنا الحكومة وعطيناهم السيارات هذه ومش نعطيهم السيارات هذوما، وإحنا ما عندنا حتى مسؤولية، هذوما سيارات جاوا لقينا روحنا عندنا علم بهم كما الناس الكل، ثم هما جاوا في وضح النهار تقول أنا مصفحة بحماية الله سبحانه وتعالى الشعبوية. إحنا كنا مصفحين بحماية الله سبحانه وتعالى، ولكن معناها شنو؟ معناها ما نحموش رواحنا؟ سي محسن، لأنه الوقت وفاء، هناك شبهة المال السياسي الفاسد اللي خايفين منها برشا ناس واللي قاعد يتردد في الانتخابات القادمة، فما حديث عن أموال من الإمارات من قطر من فرنسا، برأيك هذا باش يأثر على نتائج الانتخابات في العركة المحتدة ولا لا؟ الحكومة من الآن تاخذ كل الإجراءات لمراقبة مصادر التمويل وجين التمويلات هذه، مش معقول. استقبلت والجمعيات خاصة الجمعيات اللي دافع عليها حبيب اللوز، الجمعيات خاصة لأنه السؤال هو الجمعيات سهل جدا، من أين لكم هذا؟ كيف جتكم الفلوس؟ فقط
لانه ثم برشا جمعيات عندهم فلوس من غير ما تصير على اساس تحويلات بنكيه بالبنك المركزي. استقبلت السيده وليده بوشماوي الاسبوع في الاسبوع الماضي معناتها الاستاذ بيجي قايد سبسي، وهل كانت هذه مناسبه لرفع السر البنكي على رجال الاعمال اللي اثار جدل في مشروع قانون الماليه التكميلي ولا لا؟ ما عنده حتى علاقه هم الجماعه اتحاد صناعه وتجاره قبلوا برشا رؤساء نتاع حزاب من بين الاستاذ بيجي قايد سبسي في اطار التشاور ما بيناتهم فقط. اخر حاجه نكملوا بها الناس اللي تدعيهم للانتخابات، قلت لي تحت الهواء انه يجب دعوة الناس باش يمشيوا يزيدوا يقايدوا اكثر. برشا شباب اليوم نفضوا يديهم كاينهم الاحزاب ما عادش عندهم هالرغبة انهم يمشيوا ينتخبوا. شنو تقول لهم؟ انا ثم بعجالة راهو الناس اللي هما قاعدين يعملوا في الدعايه هذه نتاع الاحزاب كلها والاحزاب السياسيه، واحنا فقدنا املنا منهم والثقه منهم. راهم هذوما الناس يعملوا في الدعايه هذه لانهم هما عندهم جمهور انتخابي يعرفوه مش يصوت، وما يحبوا ما يشجعوش الناس اللي هما يجموا يصوتوا ضدهم. راهو مش صحيح، ما ثماش كان ناس اللي هي ما نحطوش الناس الكل في نفس السله. ثم ناس يقولوا السياسيين ما عملوا حتى شيء والسياسيين ما عملوا حتى شيء وما عملوا شيء للارهاب وغيره. انا عندنا نقول لكم انه ثم سياسيين عطوا ارواحهم فداء للبلاد هذه، كما الشهيد شوقي بالعيد والشهيد محمد البرعمي. ما تخليوش الناس اللي فشلت واللي دخلت البلاد في حيط في نفس السله مع الناس اللي هي حاولت تنقذ البلاد بارغب اخطائها. هذا جانب اول. ما عندكم حتى حل، والتونس ما عندنا حتى حل نغيره الا بالانتخابات المقبله. اذا كان قاعد انت معناها في الدار نتاعك وتقول انا مش انتخب ومش نصوت ومش نسجل خاطر انا متنرفز وفادد، انت في الواقع عليك قاعد تحمي في نفسك وتحمي في عيلتك وتحمي في صغارك وتحمي في الناس المديرين بيك. المساله الاخيره، الانتخابات الجايه راهي هذه هي انتخابات نتاع مشروعين، وراهو اذا كان الواحد ما يخرجش يعبر عن رايه ويعبر رايه بذكاء بذكاء على اساس يفهم العركه شنية وشنية الرهانات، راهو معنا مين ماشيين فعلا. البلاد هذه ثم امكانيات كبيره لانقاذها، البلاد هذه عندها امكانيات كبيره راهو رغم كل الياس اللي قاعده موجود الان نتقدم الامام. ولكن نقول الكلام هذايا راني نقول بمعرفه بمعلومات مش نقول فيه فقط لاني قاعد نحب نحل ونحب نحرض. والناس هناك ناس قادرين يقودوا البلاد هذه الى شاطئ شاطئ الامان. المهم نكونوا ايدينا في ايدين بعضنا. توا الرساله راهي عملنا شوط مازال شوط، نعرف الناس كل فادة، نعرف الناس كل متقلقة. أنا بنفسي معناها يمكن نكون نشاطر الناس كل رأيهم، لكن احنا مازالنا 3-4 شهور هذوما اللي عندنا إمكانية نعطيو بلادنا وش أخرى. رد بالكم تخليوا بلادكم غير نصير، رد بالكم تخليوا أنفسكم غير نصير، رد بالكم تخليوا صغاركم اللي هم عمرهم سنوات قليلة يغزروا لكم بنظرات البراءة هذيك، توليوا أنتم موقفكم الشخصي نتاع واحد فادد يكون على حساب المستقبل نتاعهم. نعم إن شاء الله، إن شاء الله ربي ينصر تونس. أنا باش نختم بأي قرآن، يعني ننصركم الله فلا غالب لكم. شكرا سي محسن مرزوق على حضورك بحثنا اليوم في كاب افام. مريم بن حسين تبوسكم الناس الكل كالعادة، وغدوة نتلاقاو لحداش نتاع الصباح في درايف تايم. بسلام.